أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني في الفاتيكان مباحثات مع قداسة البابا فرانسيس الأول، تناولت الجهود المتصلة بدعم أواصر التعاون والحوار والتعايش والمحبة بين الأديان والثقافات والشعوب. وتوجه جلالته بعد الفاتيكان إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد مباحثات مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر وكبار المسؤولين حول آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ليتوجه جلالته غدا إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تركز على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بتداعيات الأزمة السورية. أعلنت اللجنة الوزارية المعنية بملف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب أنها تقوم بحصر الخدمات التي ستعمل الحكومة على تقديمها لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة. اللجنة الوزارية أكدت كذلك أن المزايا الممنوحة ستكون محصورة بمحاور محددة، وهي الإقامة على أرض المملكة والعمالة والتعليم والصحة والتملك والاستثمار ورخص القيادة من فئة الخصوصي. توجه اليوم قرابة 12 ألف طالب وطالبة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق إلى مدارسهم بعد أن كانت الدراسة في المخيم قد توقفت يومي الأحد والاثنين الماضيين على خلفية أعمال الشغب التي جرت في المخيم وأدت إلى قتل لاجئ سوري وإصابة آخر وإصابة 30 من رجال الأمن العام والدرك. إلى ذلك أعلنت الجهات الأمنية المختصة قيامها بإعداد خطة لضبط الأمن في الزعتري تتضمن زيادة عدد الدوريات الأمنية وتقسيم المخيم إلى 9 قطاعات أمنية وتشكيل لجان شرطة مجتمعية من اللاجئين أنفسهم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جون بايدن سيبحثان اليوم مع وزير خارجيتهما جون كيري مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتأتي هذه المباحثات الأمريكية الأمريكية بعد مرور يوم على محادثات أجرها الطرفين برعاية المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن إنديك، الذي صرح أن المفاوضات معرضة للانهيار والفشل إذا لم تبذل كافة الجهود الممكنة لإنقاذها عبر تكثيف الاجتماعات ثلاثية الأطراف.